السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. طبعا قبل كل شيء لا تنسون اللايك، وإيش بعد؟ ما أدري ما أسمع. تنسون اللايك والاشتراك في المقطع يا إخوان، إنه ألبس روب سماعة ويسمع كلام أي شيء يقول له سو كذا وسو كذا بيسويه على الشباب. هو بدون ما أسمع أول واحد أبغى يروح مين بها الخشب وبقول له وش يسوي وين تسوي، بس اسمع لا تبين عندك سماعة تعود تسمع اللي يقول صوتك يا حبيبي فاق عينك. ايوه يلا بسم الله روح. اسمع اسمع بها، ليش امس حذفت مقطع نزلت مقطع حذفته بنفس الدقيقة او بنفس الساعة؟ ليش امس حذفت مقطع؟ بدأ لها ساعة عمي. قل يمكن شخصيتك زق. لا لازم تغير شخصيتك انت ماليا. الناس اللي عندك حس كوميدي. يعني لا تسأل مني قل اسمع قل الزبدة نظارتك مرة خايسة، لازم تسوي تشطيب سوي اي شيء، ما معك فلوس من اليوتيوب. نظارتك مرة زكتها، لازم تسوي تشطيب ولازم تزينها. قل الزبدة لونك اصفر كأنك سبنج بوب. لونك اصفر كأنك سبنج بوب. الوم الدب الخرب. قل يا رجل دز امه ان شاء الله عليك دز اسمعك قوم خلنا شيء دز امه شرع يقدر اسمعك. خشب معك برنامج منكم وليكم السلام عليكم كنا نمزح. والله هو اللي يقول لي والله ما قلت لي انا والله متفاهه تافه نظارتك مو حلوه لا هبك الله ياخذ كرع يغرني ينظرني يقول طيب. طبعا الان مين معنا بها؟ عرف الفكره علمنا مين الضحيه. سعد ليتس جو. الله يعافيك. الحين الواحد يدخل قبل الحاله ما حد داخل معه تدري ولا لا؟ وقناتك انت طايحه وليش ترى ما ينفع الوضع؟ يا اخي شوف الفتره ذي انت ارقامك طايحه مره فهمت؟ وساحب ساحب يعني حرفيا ولا كانك يعني بالفريق ولا كانك عندك يوتيوب ولا كانك تبث ولا كانك اي شيء عرفت؟ ما ينفع. كيف حكمت؟ اشوفك انت ما حرفيا كذا. شلون شوفني انا ساحب ولا ارقامي طايحه؟ كلها. لا انا ساحب وصار يعني الا اوكي ممكن في يعني في البث اوكي يعني عندك ارقام ما شاء الله كويسه استنى حتى لي شيء انك يا اخي انت حرفيا عندك شيء اسطوري يا سعد بس انك ساحب عليه مره ساحب عليه ماني ساحب قد اي صح اوكي صح الكل صح الكل عارف انك ساحب صح ساحب اي ساحب لكن يعني كل واحد له ظروفه هذا اول شيء لازم تعرفه شيء ثاني قل اسمع لا تلمح لي بعدين ادعمني يا بهاء ما راح ادعمك لكن استنى هذا شيء يعني لازم نشتغل على نفسي إيه بس انا داري على شيء بس انت عارف ان اليوتيوب اساس عرفت بالضبط فانت الحين عندك يعني هذا الشيء يعني الكل عارفه ان عندك الحين شو اسمه اليوتيوب ارقام فيه مره سيئه عرفت فيعني لا تتوقع انه بيجي يوم وانا مثلا يعني بجي يعني بنشر لك مثلا فهمت بقول لك والله انت بدك تجيني تكفى بخشب ترى بس عليك بقول لك لا انا سعيد طيب خشب بالله انشر اتوقع ان في يوم من الايام اني باجي اقول خشب تكفى انشر لي اي انا اكثر منك الحين جبتني منك عشان تقول كذا لا بس ولا تبغاني ارجع يا اخي اشتغل تكفى اوكي انا بشتغل بس برجع الحين للكل مره ثانيه امسك راسه بيدك قول قناتك طايحه اجي عندك خشب اقول خشب بالله تكفى نزلني حط يوبك طايح اوكي طيب شد حيلك طيب ممتاز انا بشتغل وبشد حيلي اتوقع اني باجي عندك اقول خشب بالله نزلني عندك تكفى لقطه بس حطني ممكن اتوقع اني محتاجك لا انا اكثر منك ولا عمري محتاجك انا اكثر منك بالارقام يا سعد استل ماني بجايك انا اكثر منك بالارقام اذا انت اكثر مني بالارقام اوكي خلينا ناخذها بالارقام اذا انت اكثر مني بالارقام ناصر اكثر منك في الارقام احمد اكثر منك ارقام ولا كلمتهم بجي عندك خشب بالله نزلني ممكن مو باسلوب بالعكس انا لو محتاجك ممكن الموضوع دقيقه ركز معي الموضوع ما هو اني انا محتاجك بالعكس انت خوي واخوي بقدر اقول لك خشب نبغى ننزل مقطع احتاج اقول لك شيء دز امه والله شوف انا جايك انصحك والله ايوه فبكيف يعني دز بس ما شفت نصيحتك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم برنامج منكم وليكم السلام عليكم. هذا كله مقلق. شباب هذا كله مقلق. مقالب الشباب. يا شيخ تفداك يا شيخ أم القناة ورب الكاميرا عيد نصيحتي. شوف نصيحتك. والله ريحان بقلت قهري لا تتوقع بيجيني يوم من الايام وبنزلكم هذه قناتي سر ام الله الان من معنا معنا سعد بمقلب مين ابو نوح الله يستر عطوني يلا يلا, يلا جاهز انا روح جاهز انك الموضوع كذا بسيط ودي اتكلم معك فيه اتمنى ان يعني يكون صدرك وشي معي لكن لازم يعني تتقبل كلامي لاني انا والله مره مقهور ترى منك اول شيء اي والله مره اي أيوة والله فيك ام انا ازعجتنا انا بعلمك ايش سويت اول شيء انت من يوم ترى رجعت ومسكت انت الفريق وانت مقروش امنا مقالب هذا شيء لازم تعرفه خلني اكمل لا تقاطعني مقروش امنا مقالب كل يوم مقلب كل شيء مقلب كل شيء مقلب فلان وهذا فلان وداخل علينا يا اخي طب اسمعني يا اخي مو بس انا حتى رايد قروشته انا متاكده مع اني ما كلمته مقروش رايد ومقروش احمد ومقروش كلنا مقروشنا طب اسمعني ابى اقول لك يا اخي بس انك مره مقروشنا مره اوفر كم لي في اليوتيوب الحين ماسك قنوات الشباب كلهم كذا في اليوتيوب لي فتره طويله اي لك فتره طيب الحين الناس الفتره هذه يعني في فتره من فترات اللي قبل فورتنايت كان طيب. الناس يحبون فورتنايت طيب عرفت يعني يحبون ايه. فورتنايت فينزلون مقاطع فورتنايت فجاه نزلت حقت امونج الناس يحبون حلو الفتره هذه فتره المقالب والصدق يعني كل ما كان المقلب يا اخي انا فهمك قلت ذبحت انت المقالب لا تسوي لي لا قلت ابن مو محتوى انك بس تقعد تكمل عليه مقالب يا اخي يا اخي اعتبرني ماني في الغرفه يا اخي كل شيء داخل علي بمقلب اكيد وجهك شيء مشاهدات لا ما ابغى اللي دي مشاهدات مو بس انا متاكد عشان ما يسمعونا مو بس انا كلنا متكلمشين من مقالب يا اخي سر امه راح اشوف لك فكره ثانيه يا اخي لا 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 انت إيه؟ انتم تعرفون انت الحين كم لك في القناه اوكي لي كم لك كم سنة. لا ما تقصد الحين كم اخر متى اخر مقطع نزلته قبل شهر ليش ما نزلت المقطع اللي قبل شهر قول خلاص ابيك تمسك قناتي قول ابيك تمسك قناتي عليك الحين الفتره طيب. هذه يقول امسك قناتي واعطيك 2% نسبه على مكان طيب تدري انت مره مهتم في المقالب صح اوكي ما اسمعني خلاص يعني انت تقول هذا الترند خلاص امسك قناتي بعطيك 20% ايش تبي؟ ما اني بمسك انت تو مقالب وتسوي مقالب الحسي نزل في قناتي وخذ 20% خذ 30% يلا واشتغل عندي اشتغل ما عليك اشتغل ما عليك نسبه لانك انت قاعد تصور الحين على الحسي مقالب على الحسي يلا طيب ذاك اليوم قل ما ودي اتفل قل ما ودي اتفل يا اخي والله ما ودي اتفل على مقالبك وعليك اتفل عليك هلا بمقالب وفله وناس اقرب واحد الفاروق هو اللي يعلم فاروق يوجه فاروق ويعلمه كل شيء فالحين ابي ياخذ فاروق هناك تقول له ايش تقول له الكلام اللي انا اقول لك اقول لك الكلمه تقول الفاروق على طول طيب والله اني احب فاروق انا ادري والله العظيم ان كلنا نحب فاروق انا ادري بس الكلام اللي انا اقوله لك لازم تقوله بالضبط معك وبعد بتتاسف منه معك ممتاز يلا هناك اسمع ابيك تقول لفاروق شهيك اسود مره ليش فاروق انت معلومه انا معلومة أنت أنا حب أنت صح؟ أنت صديق من أنا صح؟ صديق لازم كلام نفر ثاني كلام يعني سيدة ما في مني شاهي أنت ما في كويس أسود مرة بلاك لا كويس وين كويس إن شاء الله؟ أنا شوية قبل في سوي شاهي ما في أحد يشرب موجود بس ما في أحد يشرب الحمد لله أنت سوي شاهي الحمد لله يا رب الحمد لله بس ما في نفر يشرب شاهي قل ضيوف يشرب قهوة وأنت كلام ما في كويس ضيوف اليوم يجي ضيف صح؟ اليوم يجي قست صح؟ كلام هو يشرب بس كذا قال لا سوي كذا وما في شرب ايوه شرب قهوه انا معلوم شرب قهوه هذا قهوه نزل نظارتك طير عيونك والله يا فاروق ما ايش اسوي والله ما في ايش اسوي انا فاروق الحين ايش اسوي انا الحين
ان شاء الله مزبوط. وايش ايش ان شاء الله مزبوط؟ سوي انت 4 شاهي ما في احد يشرب شاهي، انت سوي اليوم قست قهوه ما في احد يشرب قهوه، قست يشرب قهوه كذا بعدين يرمي قهوه كذا، ايش هذا؟ مين سوي؟ سوي فاروق هو كلام قست معلوم، انت انت فيمس الحين صح؟ كل جسمه قل له كرشت كرشت كثيره، ليش ليش اكل كثير؟ انت خلصت لك اللي... ايش هذا ايش هذا هذا ايش هذا؟ ايوه هنا في كبسه. ايش هنا في كبسه؟ كبسه كل زياده في برطن شويه انا اكل كبسه ما فيها. اسمع اسمع هي خل اسمع وقف انت خلي يوقف قمر قسمه وقف وقف الحين ما في وقف انت يلا ارقص سوي دانسينج ايوه ايوه سوي ميوزك كذا ايوه 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 والله انا اسف فاروق انت معلوم انا ما في كلام كذا صح انا والله ما في كلام كذا انا احب انت هذا صور مقطع شوف هذا كاميرا كلام لايك الله يعطيكم العافيه انا بقول لكم مدام اللقاء في بث اخر مو بث اخر لا اقول لكم مدام اللقاء في مقطع اخر من برنامج بكم عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لا تنسوا اللايك والاشتراك فرزوا التنبيه قهر ما عندي كود ما عندي كود